في السماء وأيدوا من الجميع الذي متجاعش عن دعم أصحابنا أرحب أن لا يجلده إلا جهد ويتوكلوا على الله الناس. وأقول لكم بصراحة إن نصرنا في أرحب هو نصر الثورة وإنهاء بقايا علي عبد الله صالح وكمان رعاهدكم الله أنه لن يحكمنا علي عبد الله صالح ما حين والله على ما أبو الوكيل الله يعلم الفالح يا الله يا